مساء الخير. في الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي بلد الأقزام نفتش عن الجبابرة. في هذا الزمن السياسي الاقتصادي المعقد المحرج الرمادي الضوضائي الغوغائي، ما أحوجنا إلى مارد مالي خبير صريح شفاف ليبعثنا من الحضيض، لينفض عنا رماد الدين والضياع. إنه غير موجود، أوجدوه أيها اللبنانيون الكرام. إنه موجود، أعيدوه يا كرام الناس. وزير المال والاقتصاد في الحكومة الإنقاذية أعاد إلى الخزينة اللبنانية في فترة 6 أشهر أسداساً مضاعفة بمعادلة زكية محلية من اختراعاته، فأضاعوا ما أعاد لبل سرقوها من جديد. أعيد من أتقن كل عمل قام به، في الكونغ فو كان البطل السابق، في الكنيسة اللبنانية كان خير مرجعية ولا يزال، في الصليب الأحمر اللبناني كان العين الساهرة أيام الحرب الصعبة والمسؤول الذي لا ينام، وكما يقال بالعامية كان ينام على الواقف. في المحاضرات دكتور محاضر في معهد الدراسات المصرفية في الجامعة اليسوعية، وفي معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة، في الاختصاصات استراتيجي لمجموعات مالية في الخليج وضليع بإدارة الدولة اقتصاديا وماليا. أعيدوا لنا اللاهوتي العلماني المتعمق الملتزم دينيا المنفتح على الأديان المحاور الهادئ اللبق المتزن المتواضع تواضع العظماء الذي يحترم نفسه والآخرين. أعيدوا لنا من حول الشح إلى عطاء واليأس إلى أمل والشر إلى خير والموت إلى حياة. بصوت صارخ من مدرسة يسوع مريم لمناسبة يوبيلها 50 وفي عيدي العلم والاستقلال، أعيد لنا معالي الدكتور دميانوس قطار. مساء الخير. يمكن زيادة شوي ومش هيك استاذ ميلاد. مرسي مرسي بكل الاحوال. لما طلب مني شارك بهالامسية نبهوني انه هاي مش محاضرة، هيدي مثل مداخلة وبعدين بصير في اسئلة واجوبة ونقاش، يعني مش تفكر حالك بالجامعة وتروح تحكي لك ساعتين. بقى اعتمدنا انه رح نحكي نص ساعة كما تخلى الموضوع، وبعدين نرجع سوا نحط الوقت هيك مشان ما ناكل من وقتكم كتير، وبعدين ناخد الاسئلة والموجودة. سيدنا ابو الرئيس الفاضل، اصحاب المقامات جميعا، الموضوع كان متناقش انه كيف ممكن يكون في حالة استنهاض، لأنه وقت واحد بيمشي كل يوم بيسمع كل يوم، وإذا الله بلي وحضر التلفزيون كل يوم بيصير عنده نوع من القلق، مش عارف حقيقة كيف ممكن الإنسان يتخبط ويطلع من الصراع. في خبير استراتيجي بالعالم اسمه بيتر دراكر، توفى من حوالي 6 سنوات، كان مفكر كتير كبير بأمريكا، وكان يقول دايما انه كل ما عم تتعقد الامور، كل ما الاشياء بتتقدم بتتعقد، كل ما بتتعقد الناس بيرجعوا على اكتر شي بيعرفوه واكتر شي بيفهموه، والناس اكتر شي بتعرف هي محيطة القريب منها، العائلة أو الجمعية اللي عايشة فيها أو القبيلة
العشيرة، واللي شي بتفهمه الناس أبسط شي وأسرع شي هو الدين. وبالتالي بصير فيه كل ما بتتقدم الأمور كل ما بتتعقد، كل ما الإنسان بيرجع على أصغر مكونات حياته يلي هي مكون عائلته أو عشيرته أو ضيعته ومكون إيمانه أو الدين بالمفهوم المطلق. هل هاي فيها شيء منيح وفيها شيء مش منيح؟ نبلش بالمش منيح. أساس لبنية بحبوا يبلشوا بالمنيح، وأنا لك هات لك خبرية حلوة. المش منيح عمليا هو أنه ما بيجربوا الناس يحلوا المشاكل المعقدة، لأنه بيعرفوا أنه الرياضيات أساس الفكر المعقد، أنه كل مشكل رياضيات معقد بتعطيه حل بسيط بيطلع غلط. وبالتالي كثير من الناس بتهرب من المشكل المعقد وتجرب تبسط الأمور تطلع غلط، تلجأ على الجزء الثاني اللي هو خي شو بنفهم نحنا، إذا مش عم نفهمها نسأل حدا بيفهم بجاوبنا وبتخلص، بصيروا بسطوا الأمور وبعدين بينغلقوا على ذاتهم على الموقع الإيماني. خبرية المنيحة أنه عادة الكنيسة يلي بأغلبيتنا نحنا منا، هالكنيسة تجربتها التاريخية تجددية إصلاحية وبمحطات كتير إنقاذية. هاي الخبرية المنيحة. والخبرية الثانية المنيحة أن المجتمع اللبناني كل عمره مركب على النواة الضيقة يلي هي العيلة بمفهومها المحصور أو بالمفهوم العريض. وبالتالي نحن إذا تعقدت الأمور معنا بطريقة تركيبتنا اللبنانية بنقدر نحلها، لأنه نرحنا على اللي بنفهمه هو عبر الكنيسة عنده تجربة إصلاحية وإنقاذية كبيرة. وإذا رجعنا على العائلة ورجعنا على العائلة بمفهومها العريض أو الضيق، نحن هيدا هو حصنتنا وحمايتنا الاجتماعية. يعني نحن مقلعين بالحل معنى عدة. وهون نقاشنا بلبنان، ليش عم بيتخلوا الناس عن هالعدة؟ انه ليه عم بيتخلوا عن المحيط المجتمعي وليه عم بيتخلوا عن المحيط الكنسي؟ سؤال بيسأل نفسه. الكنيسة وقتها كتبت بالسياسة، كتبت كتير من الكنيسة بشكل عام، بس انا جبت معي كلاسور هيدا فيه ثلاث مستندات كتبتهم الكنيسة تحديدا بالسياسة، لأنه لحالة الاستنهاض ما فيها تكون بس بالمفهوم البسيط للصلاة أو المفهوم البسيط للعائلة. حالة الاستنهاض المطلوبة هي انخراط في الحياة العامة، إن حياة سياسية. كتبت الكنيسة ثلاث نصوص مؤخرا أساسية. نص الكنيسة والسياسة بالملف الثالث بالمجمع البطريركي يلي هو النص 19، رجعت مع التحولات الجذرية بالخمسة والستة 2005-2006، كتبت أعمى وطلعت بعد وحدة الكنائس بكل طوائفها الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية، راحت لأبعد وقالت يجب أن يكون هناك نص على طريقة الحياة السياسية بلبنان، وكتبت الشرعة السياسية. والجزء الثالث كان مذكرة غبطة البطريرك الأخيرة اللي أعادت تثبيت ركائز من الأولى وركائز من الثاني وطرحت تحديات مستقبلية. شو استنتاجي أنا الأول؟ المعركة منا اقتصادية، المعركة منا إعلامية، المعركة الحقيقية فكرية. اليوم معركة فكرية. داعش بدربوا المجاهدين على انه عام 636 مش 1900 مش 1600 636 قهر 30,000 من المجاهدين او من العسكر الفاتح الاسلامي، قهروا الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الفارسية. بدربون على هالمبدأ 636. إذا المعركة بالمبدأ الأول قبل ما يحمل السلاح، قبل ما يتحرك، المعركة أولا فكرية.
وبالتالي نحن اليوم التحدي تبعنا هو فكري. إذا نحن هالتلات نصوص مش متطبعين عليهم ولا على القليل للخلاصة تبعهم ومش قادرين نقيم عبرهم أداء سياسيين الكنيسة بمجمع البطريركي اللي جمع علمانيين وأكليريكيين وصلوا على جملة استراتيجية إن الموارنة، لأنه كان مجمع ماروني بس هو بيشمل الكل، المسيحيين بشكل عام عليهم أن يجددوا قياديهم ومحاسبتهم. هيدا واجب بالسياسة عند الكنيسة، واجب. هيدا مبدأ أساسي. المبدأ الثاني بيقول كي يستقيم الأداء السياسي، ما حكي عن الانتخابات، النص بيقول كي يستقيم الأداء السياسي أولا استنهاض القيم، العودة إلى المبادئ الإنجيلية. ما حكي هو إنه أي قانون للانتخابات بهاو، ما حكي إذا هيدا منيح ولا هيدا مش منيح، بس حدد إنه يجب محاسبة القياديين وتقييم أدائهم وتجديد قياداتهم، وهذا أمر ضروري للآلية الديمقراطية. مش غير بواحد من الشباب، غير بالقيادة. اثنين، والأهم من هين، لا يستقيم الأداء السياسي إلا بالاستنهاض القيمي المرتكز على الإنجيل. وبالتالي أول سؤال بهالمعركة الفكرية، وهذا الشق الأول من الحديث، هل نحن اليوم عم نقدر نستنهض الآلية الأخلاقية؟ يعني اللي بيلاقي 100,000 ليرة على الأرض إيش بيعمل فيها؟ في واحد بخذها طلع هيك بشوفها مش لقله برجع بكبها إنه هاي مش إله. في واحد بخذها بيركض فيها حطها بالصينية إنه هاي ليسوع لقيناها على الطريق. في واحد بخذها حطها بجيبته بيعتبره هاي نصيبه، حظ مثل اللوتو، شو خاصه إذا واحد نسيها؟ في تشتت وتفكك بالمرجعية الأخلاقية. شو أزمة غياب الرئاسة اليوم بين القوي والضعيف واللي بيرقص واللي بيقوي؟ شو بدنا فيهم هالمواصفات؟ بس شو الأزمة الحقيقية؟ إنه المواطن اللبناني بشكل عام ما بقى عنده رمزية أخلاقية، لأنه الرمزية الأخلاقية بمفهوم الوطن، وحدة البلاد، القسم موجودة عند رمز البلاد، يعني رأس البلاد. بأمريكا لما صار أزمة مونيكا لوينسكي وكلينتون، سألت بأمريكا، سألت أصدقاء لي كانوا مسؤولين كبار، شو أزمتكم بقصة مونيكا؟ مش الحال الزلمي ببدع بالكلينتون، كان بمنظار رئيس عمره 40 سنة إجا، واللي عمله لأمريكا كتير مهم. اللحظة، مش قصة مونيكا لوينسكي، مش هون نحن مشكلتنا هو الأداء الأخلاقي. لأن احنا بس يخلق الولد بأمريكا من قله تعلم، تجوز ابني عيلة وما تطلق، وتصرف بأدب، فيك تصير رئيس جمهورية، فيك تصير رئيس جمهورية. هيدا كان الدرايفر، يعني ما يقود الأهالي والأطفال إلى التفوق والأداء العائلي والأداء الأخلاقي بتصير رئيس جمهورية. هاي أزمتهم كانت مع كلينتون، إنه هو مس بالأخلاقيات، مس بالعائلة، والأخطر من هيك كذب تحت القسم، سقط مفهوم المنظومة القيمية للرئيس. نحن هاي الأزمة الحقيقية اللي عنا. شو هو البروفيل؟ أي بروفيل؟ عضل معه مصاري بقويس هاي كلها ما لها معنى. الاستنهاض السياسي الحقيقي اليوم أولا هو بالاستنهاض القيمي. واحد سرق مليون والتاني سرق مليونين، تسأل مين منو الأخطر؟ حسب شو عمل فيهم. إذا تبرع بنصهم للأرامل سفا، معقول؟ يعني في إصابة حقيقية في صميم المرجعية الأخلاقية. وهون أزمتنا السياسية، متى القيامة في الحياة السياسية؟ أولا عند استنهاض القيم الأساسية. وعندنا أفونتاج كمسيحيين أنه الكنيسة بتعاليمها على ممر الوقت والزمن، ورجعوا لتاريخ الكنيسة السياسي، هي حررتنا من الاستدانة، هي حررتنا من مفهوم الربا بمعركة كبيرة للدومينيكان،
وبالتالي نحن دائما كان عندنا صفات قصمت الكنيسة، تشققت الكنيسة، ضررت الكنيسة، هيدا أمور طبيعية. مؤسسة عمرها فوق 2000 سنة، نحن مؤسسة عائلية عمرها 20 سنة، أنا أعرفها أنجأ الحافظ نجمعها، كيف مؤسسة عمرها 2000 سنة؟ لكن الأكيد والثابت أنه كمان دايما عند إطار تحرري، إدار يسعى بالإنسان إلى الأفضل، تطوير الجماعات عبر الاستنهاض القيمي والأخلاقي، وهذا المنظار الحقيقي. الجزء الثاني انه الدولة والكنيسة بيركبوا سوا. فكرة الثانية، انتم بتعرفوا قصة المسيحية والسياسة قديمة بشكل عام، وقصة المسيحية والموارنة بالسياسة، الموارنة كمان قصة بشكل خاص، بخصوصية الامبراطورية البيزنطية، بخصوص التفكك عندما سقط القسطنطينية، ضلوا 100 سنة ما بيقدروا يتصلوا ببعضهم، نصبوا عليهم بطريرك، بلشوا بحياة تنظيمية قروية يلي هو مفهوم إدارة الشأن العام. من هون في خصوصية للبنانيين وخصوصية لمسيحية لبنان، انه هن الكنيسة والدولة يتمايزان يتعاونان بس مستقلان. هيدي شغلة كتير مهمة. ليش؟ لأنه الدولة تمارس السلطة السياسية، الكنيسة تتعاطى الشأن السياسي. أبو شو الفرق؟ الفرق أنه الأولى تمارس السلطة وتطبق القوانين وبتفرض شيء بسموه لفونكسون ريغاليان، يعني الأمن والاستقرار والقضاء. الكنيسة تتعاطى الشأن السياسي، يعني كيف يدار الخير العام، وهل الفرد بهالمجموعة هيدي يتطور أو لا يتطور، هل السياسيين والزعماء والقياديين يسيطرون على الناس، بيقبعوا حرياتهم، بيستغلوا طاقاتهم وظروفهم وسلطتهم، يعني الخير الفرد مسيطر على خير الجماعة، شأن الكنيسة شيء بسموه الصلاح، انه يكون الأداء إيجابي. وهيدي ميزة خاصة بالكنيسة المارونية في لبنان، لأنه ما قبل الدولة مارست الشأن السياسي، حد الدولة مارست الشأن السياسي، بس تفككت الدولة مارست الشأن السياسي، بس رجعنا ركبنا الدولة مارست الشأن السياسي، وعندها فراغ بالدولة تمارس الشأن السياسي. معناتها أنه ما في حدا يقول هاو يصلوا وما يتعاطوا بالسياسي، سي أنتي إستوريك، مش مزبوط. وما فيك تقول له بترك عمور الرئيس وخلصنا، مش مزبوط. انتي ستركتور، وحدة ضد التاريخ ووحدة ضد الهيكلية، ما بتركب. الدولة تمارس لا بوليتيك، هي بتمارس سلطة سياسية، الكنيسة تتعاطى الشأن السياسي، السادريس او بوليتيك لو بوليتيك اللي هو مفهوم الشأن العام. وهون إذا ما بنعرف نميز بين الطرفين نضل نخلط بيناتهم. البطرك بيقولوا له هز عصاك، شو هز عصاك؟ شو زي احتل السرايا؟ هز عصاك يعني أعطيه أكثر دعم وزخم لمفهوم استنهاض الحالة السياسية عبر الاستنهاض القيمي والاستنهاض المؤسساتي، لأنه الكنيسة ما بتحل محل الدولة أصلا. بس هجم الميل النفطي على لبنان، إن كان سني وإن كان شيعي، إجوا المسيحية لوين برموا؟ طلعوا على الكنيسة، هيت شو خاص هاي بهاي؟ شو خاص هاي بهاي؟ هيدي آلية مالية مؤسساتية على مستوى الدول، عم بتغط على مستوى معين. الكنيسة ما عندها أبار نفط حتى هي تحط، عندها دور مفعل، دور إيجابي مع الفقراء لا شك، بس ما بتقدر تحل محل الدولة. وهذا موضوع أساسي اللي هو الشق الثاني. إذا كان الشق الأول الأخلاق والقيم الإنجيلية هي عامل استنهاض سياسي، اثنين الكنيسة محفز، الكنيسة مراقب، لكن الكنيسة لا تحل محل الدولة. بيبقى الجزء الثالث قبل ما نفتح مجال النقاش، يعني بالنهاية نحن الناس اللي معترين مثل حكايتنا شو بنعمل إذا الدولة بمحل والكنيسة بمحل؟ إذا ما اتفقوا شو بصير فينا؟ ممكن شنهار لا سمح الله يتفقوا علينا؟ سؤال الناس. انا بسمع هيدا السؤال، انه شو التفعيل اليوم؟ باي طريقة فيك تعمل تغيير؟ شي مرة الكنيسة ساهمت بثورة؟
ناس بتسأل هل نحن منقدر نعتبر انه الكنيسة مثل الجيش، مؤسسة منغلقة عند هيكليتها، عند امكانياتها، عند موقعها في المجتمع، لحدا بفوت عليها ولحدا بيطلع منها؟ دائما في تساؤلات كتيرة عن دور الكنيسة الحقيقي الفاعل في المجتمع. والآن نتبقى للأباء والأساقفة اللي هن بيشرحوا عن دور الكنيسة. نحن نحكي بس عن التفاعل والتواتر بين الكنيسة والدولة بالمفهوم اللي هو المفهوم السياسي. بيسألوا الناس بلبنان ملنا مرة تجربة workshop، إذا صار مشكل ببيروت شو بتعمل؟ بدو يقطعوا الطرقات؟ يمكن أوتوماتيكمان لوين؟ على المنطقة. منين أنت؟ من الشمال. بيطلع على الشمال. طيب بالشمال وين بتروح؟ حسب قديش مأزمة. يعني إذا تأزمت أكثر بيطلع على الضيعة. وين بالضيعة؟ حسب إذا في إشكالات ولا لا. يا أخي في إشكالات على حارة الفوقة مش تحتها. ليش؟ لأنه تاريخيا في صراع. طلع على الفوقة. وين بتروح بالفوقة؟ عند العشيرة، عند العائلة اللي بيشلح تيابه بيبرد. التفكير اللبناني بطبيعته ديفنسيف بهاي الطريقة، يعني ما بيلجأ للمؤسسة بالأزمة، بالأزمة بيرجع لأصغر خلية مركبة اللي هي عائليا وبالضيعة. هلا أزمتهم اللبنانيين إنه بال 1982 ضيعة اللي عنا إياهم كلهم فيهم نازحين سوريين. هاي أزمة جديدة، هاي أزمة جديدة يمكن تكون خطرة ما بنعرف، بس إنه منتشرين بهالطريقة. يعني هيدا الركيل الطبيعي على الضيعة المغلقة المحمية، هالتفاصيل اليوم ما بقى موجودة. يعني هيدا التفكير الريفلكس اللي كان عنده بيطلع على ضيعته بسكر وخلص وتحرك فوقه بين العائلة وانحميت، هيدي ما بقى بنفس الآلية، مش بنفس ردة الفعل الطبيعية. نحن مطلوب منا اليوم نظرة أبعد. شو مطلوب منا؟ بالمبدأ نحن حسمنا فصل الدين عن الدولة، معناتها عنا معركة كتير كبيرة مع الإسلام السياسي. ما في بالمنطق نحن حسمنا فصل الدين عن الدولة، والكنيسة بلبنان قالت لنا واتفقت مع الدولة انه نحن لا لعلمنة الدولة، نحن لعالدولة المدنية. يعني نحترم كل الأديان، نحترم كل الطوائف، انما بالممارسة ما في دين. عظيم. مش اتا لايك اتا سيفيل، ممتاز. وبالوقت ذاته لا لدمج الدين مع الدولة. معناتها نحن هلأ بمعركة جديدة، لأنه الإسلام السياسي ما بيفصل الدين عن الدولة، وبالتالي هلأ صار عندنا مجهود جديد. لأنه وقت نحكي عن العيش المشترك، تركيبنا نحن الميثاقي شو كان يقول؟ شو أساس لبنان؟ مش العيش المشترك، تكون متفقين. أساس فكرة لبنان هي الحرية. أساس فكرة لبنان هي الحرية. تيدوم لبنان بده العيش المشترك، وهذا الخيار الحضاري اللي أخذوه المسيحيين والتزم فيه جماعة كبيرة من المسلمين. إذا ما بنرجع هالمرجع الأساسي، أولا الحرية، ثانيا المساواة، تنقدر نوصل على مفهوم لبنان الحضاري اللي بنعرفه اللي الناس فيه أحرار، دولة مدنية، وبالوقت ذاته عنا قدرة على أنه نتحاور مع الآخرين من ديانات أخرى ونبني هذا العيش المشترك، لبنان كل فكرته بتنتهي. لا بقى تقسيم ولا ضم لا سوريا ولا شيء، يزول، يتفكك، يتفتت. إذا ما فينا نضل محافظين على هودي المكانتين الأساسيتين اللي على أساسه خلق لبنان، أولا الحرية، ثانيا المساواة. اليوم معركتنا شو هي؟ ان احنا ما بدنا حدا يسرق لنا حريتنا، وهيدي الاساس. قتلنا على مدار سنوات طويلة كل اللي جربوا ينتزعوا منا حريتنا، ولازم نقاتل مع شركائنا بالوطن تنقدر نحافظ على المساواة. والمساواة منا بس على مستوى عدد النواب، مساواة مفهوم ابعد. بعطيكم مثل. هذيك اليوم جاي واحد جديد على لبنان بيفتح شركة، ما زارني هيك، قال لي
مين الشركات تنصحني فيها تستقطب؟ قلت له انت شو بدك تستقطب؟ شو بتبيع؟ قال انا بيع جبنه. قلت له عظيم، شو بدك تستقطب؟ قال لي صبايا فاوندرز. قلت له بعته انا راح عند ناس دقوا لي هو الجماعه، قال لي هيدا فاوندرز وبيفتح كباريه. قلت له ليش؟ قال بده 12 بنت مواصفات توب موديل تبيعوا جبنه. تفاجأت انا، دقيت له قلت له يا اخي انت ليش بتبيع جبنه بدك هيك؟ قال نحن بنعتبر انه ضل بس تكون البنت سكسي بالنسبه للبيع بيكون احسن. قلت له ليش الناصحه ما بتاكل جبنه؟ هيدي ديجا ديسكريمياسيون برينسيبال بالعمل، هيدي ممنوعه بالمبدأ الأساسي تبعنا. المساواة منا بس عدد النواب، المساواة بتبلش باستقطاب موظف يبيع جبنة، انه ما نكون عم نعمل في عدم المساواة. هاي ديسكريمياسيون انترنسك بسموها، انه نحن مركبين هيك. بيشل سب اسود حامل ورقة بتقول له لمين بقى تعطيها، بتنزل بيطلع هو مسؤول بالبنك الدولي بس لانه اسود. عنا اشكال عميق نحنا بمفهوم المساواة بمجتمعنا، لانه اسود وحامل ورقة بفكره ساعي بريد، هو بكون مسؤول بالبنك الدولي بس اسود، شو بيعمل اسود. عنا اشكال حقيقي على مستوى اللبنانيين وتربيتهم المتراكمة بموضوع المساواة. غير انه منروح شوي ابعد بالحرية، منروح بالحرية اوقات للاباحية، منروح بالحرية اوقات للتهذيب، بس بالنسبة لنا هو هن المكانتين الاساسيتين. صار على مستوانا نحن بتقلي ما هي متى القيامة؟ ما عندي وقت زمني، عندي ظروف بنيوية بتعطيني فورا القيامة. المجتمع اللبناني فيه تراكمات كتير، بلحظة بيستفيد من ظاهرة. تفضل الأستاذ ميلاد وعم بيحكي عن مروري بشكل سريع على مستوى وزير. لو ما المجتمع اللبناني مهيئ نفسيا طيلطقت إشارة شخص يعتبر أنه كان كفوء ونظيف. كنت مرقت مرور الكمام، في واحد صديقي أرمني قال لي ليك كل رفقاتي بيلفظوا اسمك صح معناتها قطعت، انه اسمي صعب دميان نص قطار تيلفظوا اصحابه الارمن، هو أرمني صاحبي قال لي معناتها قطعت براسهم وبقلبهم. شو معناتها هاي؟ معناتها انه كان المجتمع تراكمي منتظر اشارة معينة ثاقبت فيه، فيها ثاقبت غيري وغيري وغيري وغيري. نحن هاي قوتنا متى القيامة بهودة ثلاث شروط. واحد انه نعرف نستنهض مجتمعاتنا على السلم القيمي وعلى المبادئ الانجيلية اللي كلنا بنعرفها. اثنين عدم الخلط بين دور الدولي وبين دور الكنيسي. ثالثا يلي هو برأيي الاهم هي انه نحافظ على مبدأ الحرية بدون ما نتخطى حدود معينة، نعرف نحافظ على مبدأ المساواة انطلاقا من التوظيف قبل ما نوصل على مجلس النواب. إذا منقدر نقلع بهودي الإطارات اللي فيه قد ما بدكم وراء وقد أفكار وهيك، بس أنا حبيت أطرح ثلاث أفكار أساسية يلي إذا هالثلاث حالات حصلوا بلحظة اللي بيحصلوا بقدر أكد لكم إنه بصير في قيامة بالحياة السياسية اللبنانية. لأنه شو بينقصنا نحن؟ جارتها لأمي كبيرة عمرها 80 سنة 82 سنة بيشربوا قهوة، مرة أنا هيك بحركي أفهم الناس كيف بتفكر. قلت لها دخليك ايش ناقصكم بلبنان؟ قالت لي ناس بيفهموا، جيبوا لنا ناس بيفهموا. عمرها 82 سنة مش معلمة، مش رايحة على مدرسة، هي المرأة الأمية اللي عمرها 82 سنة عم تبحث على ناس بلبنان بيفهموا. ابني راح على أوروبا بين فصلين جامعيين، راجل عندي قال لي معليك، هيك عم تبصخر علي، معليك فيني أخذ منك موعد؟ قعدنا بده بالسالون مش بالاوضه القعده، قعدنا بالسالون. قال لي فيك تفسر لنا، جاي معه ثلاثه من اصحابه كانوا معه بهي الجوله. فيك تفسر لنا حضرتك كل هالدين العام وجبرؤوت السياسيين واللي ما بيناموا بيسهروا علينا هيك 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 بيسهروا علينا، ما قدرتوا تعملوا باص بيوصل على الوقت. عمره 20 سنه. انه كلنا وكل هالجبرؤوت بتزقفوا وبتهايصوا وبتنتخبوا وبتنتخبوا وبتجددوا وبتنتخبوا وبتمددوا ومش قادرين تعملوا باص بيوصل على الوقت. هالقد بيقلب الواحد. شو قالنا استاذ ميلاد؟ صرنا هالقد. استاذ ميلاد
طلعنا أعيدوا لنا هذا الماري. طلعت عند ابني صرصور ما بعرف أعمل بس بيجي على الوقت. شو معناتها؟ معناتها جيلنا جديد أذكى منا، جيلنا جديد مطلع أكتر منا، جيلنا جديد مطالب أكتر منا، لأنه إحنا فالقينه بالمدرسة وفالقينه بالجامعة. بدنا أحسن نتائج بالمدرسة وأحسن نتائج بالجامعة. بس تدخلوا على الحياة العامة، بس تدخلوا على السيادة السياسية بيشوف بديوكر، بيقول أخي مش مزبوط، في شيء غلط. مين الغلط؟ المدرسة الغلط؟ السياسة الغلط؟ ولا هو الغلط؟ اللي بيضيع بينتحر، اللي بيفهم بفل، مش مزبوط. ما منقدر نحافظ على هيدي الديناميكية في لبنان تجاه الأجيال الجديدة. بي كان يقول لي أنا قطعت، هلا مهم أن تشوف كيف بتقطعها، وأهم شيء ولادك يعرفوا يقطعوها. أنا قطعت معي، أنت شوف كيف بتقطعها، والأهم ولادك يعرفوا يقطعوها. هيدا محطة أساسية لنا يلي بتعمل. هاي بتقول لي طيب شو عم نعمل؟ اللي عم نعمله الليلة أساسي، مبادرة هالمدرسة الكريمة أساسي، إنه نتناقش، إنه نرجع نعرف إنه المعركة فكرية أولاً. يا عمي واحد في عود بلا أكل بيشرب ماي بيعيش 40 يوم، بس معقول احنا قابلين 30 سنة بلا فكر؟ ما بصير. وما منحكي ماشي هيدا زعجنا غير، زابينج زابينج زابينج، اخر شي بعصب حبي وبنام. ما بصير. في محل معين بدأ تبنى عنا المناعة النفسية، المناعة النفسية على هذا التلوث الفكري، ورح يقوى التلوث الفكري. في تلوث فكري. ما تنسوا انه نحن مشكلتنا انه زعمائنا بعدهم بالثمانينات، مش اعمارهم، افكارهم، بعدهم ما زالوا بحروب الثمانينات يلي هن منتخبين، وانا بحترم وجودهم الانتخابي اكيد وما في شك بزعاماتهم. بس شو المشكلة؟ انه كل الديسكور بعده ثمانينات. يعني انا ما سمعت ولا مرة زعيم قال الاوبجيكتيف تبع حزبه او تياره او جماعته او البتكونية انه سنة 2025 بدنا 100 اختراع منطلق من لبنان. غلط اللي عم بطلبوه. هيك طلبوا باندونيسيا يا عمي، بلد فقير. هيك مخططين بالمغرب، نحن نعتبر حالنا اهم من المغاربي. هيك مخططين. نحن شو مخططين؟ منشيل الزبالة من النعمة او ما منشيل الزبالة من النعمة؟ ما بصير. عم تنهار المناعة الفكرية، عم تنهار المناعة النفسية، وبتقطع ما حدا بيحكي فيها. وإذا ثلاثة تجمعوا مدري مين بعتن هاودي جمعية البربي. معقول حتى المجتمع المدني بقى شي يسترجي يتحرك؟ قد ما كيبسين وضغطوا علي، هذا إرهاب فكري 100%. نحن ضروري نحصن المناعة الفكرية، والكنيسة سمحت بهالشي، سمحت، عطت مناعة. في نصوص، برجع للنص، أنا بقرأ بالنص 50 شغلة أول أهون من هيك. بالنص 50 بيحكوا عن الزعماء الفاسدين والقياديين الفاسدين بشكل عام. ما حدا يسمي حدا، مش مطلوب حدا نسمي كوع بعرف حاله. بيحكي مشاركة الموارنة بالسياسة تساعد على تفعيل الحياة السياسية عبر تجديد قيادتهم ومحاسبتهم، وذلك عندما يختارون ممثلون يتمتعون، يختارون ممثلين بالعربي مظبوط، يتمتعون بالمصداقية كريديبيليتي والشفافية ترانسبرانس والاستقامة المسلكية والشجاعة الفكرية. طيب الكنيسة انه غشيمة تكتب الشجاعة الفكرية بنص مصوت عليه؟ مصوت، هذا مصوت، مش انه البطرك كتبه. أساقفي وعلمانيين قضوا 3 سنين يقروا ويصلحوا يقروا ويصلحوا ويصوتوا. خبروني كم طالب جامعي بالعلوم السياسية بيعرف النص؟ جامعي بالعلوم السياسية، ما عم بحرق انا ثقافي سياسي عادي، مين بيعرف النص؟ ويصلح الى كل لبنانيين مش بس الموارنة، مش مزبوط. انا بعرف حزب دقيق جدا طلب 40 نسخة من المجمع البطريركي تعمل الدراسة وحلل ويشوف. ونحن بالمبدأ الموارم الطائف الوحيد يلي عملوا مجمع حسبوا ذاتهم كتبوا. وأنا عندي كان دعوة دائما لكل الطوائف يعملوا شيء. وانبسط بال2008 لما توحدوا الكنائس كلهم على مبدأ الشرعة السياسية. وأنا دعوتي لكم، روح
روح اذا مش كلهم صفحتين ثلاثة اربعة حطون على الايباد اهون بالايام ماشي الحال ما حنا على الانترنت. ميل فكري لازم نحن نقتنع لازم نخلق مناعة فكرية لنقدر نطلع منا وقت اللحظة الحاسمة للشجاعة الفكرية. ثورة الفرنسية ما كان في انترنت قعدوا كلهم بالكافي اخرت معهم سنوات عملوا التشخيص عملوا تشخيص المشكلة سنوات تاني عملوا سلم قيم جديد بس اجت اللحظة خربت الثورة الفرنسية وبنت فرنسا بالتشخيص الموحد وسلم قيم موحد لا في انترنت ولا احزاب ولا شيء في شغلتين التشخيص انه كلنا اتفقنا هاي المشكلة وسلم قيم واحد بيكون هو مرجع للعمل السياسي. نحن عنا تجربة لبنانية كتير حلوة بالحرية وبالعيش المشترك عنا تجربة كتير كبيرة وطويلة بالكنيسة إصلاحية وأنقاذية خلينا نجمعهم مع بعضهم اثنيناتهم ونكون ريسيبي روسيت للمرحلة المقبلة نقول نحن على 10 سنين لقدام ما رح نقبل حدا يخوفنا فكريا ما رح نقبل حدا يخطفنا فكريا نحن ممانعين ما بدنا نعمل ثورة بس ما نمنع انه يرجعونا لورا مين ما كان يكون على المستوى الفكري وعلى المستوى النفسي. اذا نحن توحدنا بهالاتجاه القيام السياسية تكون في القريب العاجل اذا طبق معنا هالثلاث مبادئ. انا بدي اشكركم على اصغائكم المميز نص ساعة على الأد طلع لي دقيقتين زيادة وهلأ نحن وياكم نفتح مجال مثل ما طلب الاب المنظم والاستاذ غانم على موضوع الاسئلة والاجوبة وشكرا. كان عندي استاذ يقول اذا ما في اسئله معليش ماشي الحال. يعطيك العافيه استاذ. طلعت بفكره كثير مهمه هي قصه الفكر والتفكير. بدي اسالك قد ايه نحن هلا بهالوقت بوجود الفكر الداعشي هو صوره مكبره او انعكاس لفكر موجود بكل واحد منا عم يكبر ويزيد كل يوم عن يوم. مرسي. ما فيش فكر داعشي اول شيء في موجي اوكي خلينا نحدد شو ظروفها. في الاسلام وهذا لازم نميز فيها الاسلام هو ديانه مرتكزه على سلم قيمي واخلاقي وعلى نمط اجتماعي. أما الإسلاميين غير شيء. الإسلاميين هيدي أيديولوجيا ارتكزت على جزء معين من الإسلام. والإسلاميين أو إسلاميزم هن ثلاثة كمان حتى نحددهم. الإسلاميين يلي إلهم علاقة بما يسمى الإسلامي الشعبي يعني الإسلاميزم بوبولير. هذا بهمه انه يدير الحياة الخاصة للناس كيف بيلبسوا شو بيحكوا عن النبي محمد شو بيحكوا عن الله بأي طريقة بيتفاعلوا هيدا يدير الحياة الخاصة للناس. هيدا موجودة مثلا كل عمرها بمصر. الإسلاميين يلي هن إسلاميين في السياسة أو الإسلام السياسي بس هن أكتر إسلاميين سياسيين هن التجربة يلي تعتبر انه الإسلام هو إلهام للتشريع بمحل يعتبر الإسلام هو حصريا للتشريع. الشورى يلجأ إلى مبدأ العدالة الاجتماعية ويعتبر العدالة الاجتماعية على النموذج الغربي هي رأس مالية تطمح إلى أهداف أخرى. وبالتالي منشوفها هيدي بإيران منشوفها بتركيا منشوفها تجربة مصر سقطت تجربة تونس سقطت قسم من السعودية اللي هو تهدف إلى إدارة ما يسمى الحياة الجماعة. آخر طرف من الإسلاميين والإسلاميين المتطرفين هم في نوعين في نوع من الجهاديين وفي نوع من التكفيريين اللي ذكرتي حضرتك
هو آخر شيء، هو منهم الإسلاميين الشعبيين ولا الإسلاميين السياسيين ولا الإسلاميين الجهاديين، هن الإسلاميين التكفيريين، يعني اللي مستعدين يقتلوا أي شخص لا يرتبط بديناميكيتهم الخاصة. وصعوبة هذه الحركة أنه كانت على باز هي الإسلاميين التكفيريين منظمة عالمية ترجمتها القاعدة بسنوات طويلة، هي ضد الإمبريالية ضد الرأسمالية ضد الغرب. إشكالية ما يسمى بداعش اليوم أنه هي حركة إسلامية تكفيرية محلية، اعتبرت أنه الهدف العالمي وهدف بدعيد المنال انشقت عن القاعدة وأخذت أهداف محلية تكفيرية محلية، يعني ضد السني المعتدل. يعني إذا في سني من هاي الميل مش معتبر أنه الدين ايديولوجيا إنما الدين دين، هيدا ضدهم وبيقتلوه. الأكيد يلي مش سني عند الإسلام بيهجموا عليه، وكل شيء منه مسلم كمان بيهجموا عليه. وبالتالي هيدا الشق الحقيقي هون أعلنوا الرئيس فرانسوا هولاند لما استقبل رئيس العراق واتفق هو وياه على محاربة داعش بأيلول 15 أيلول من سنة من هاي السنة، قال nous serons derrière ces criminels، اعتبرون هؤلاء المجرمون. يعني أنا بعدني بسميهم بمفهومهم السياسي بالمصطلح الإسلاميين التكفيريين، هو اعتبرون راح أبعد من هيك واعتبرون مجرمون. وبالتالي ما في فكر، ما فيني أعتبر هناك فكر، هناك تطوير وتحضير لمجموعة بشرية بهالاتجاه، بس هيدي مغايرة عن المجاهدين، مغايرة عن الإسلاميين الشعبيين، مغايرة عن الإسلاميين السياسيين، مغايرة تماما عنهم، ما لها أبدا علاقة فيهم. بدك تشوفي مع المنظمة إذا لك حق بسؤال تاني تعقيب؟ هلا بنقبل تعقيب بعدين، لا ولا بصير ما بيطلع مزيل للكل، بس تفضلي. هيدا المبدأ يلي كانت فيه مساهمة الكنيسة بالشأن السياسي تركز دائما على مبدأ الانفتاح والوصل بدل مبدأ الانغلاق والفصل، هيدا اللي كانت دائما تسعى عليه الكنيسة، وهيدا اللي دائما تطلب فيه هي انه تخطي مصلحة الفرد الى مصلحة الخير العام، مش بس مصلحة الجماعة. انه انا بس فت على وزارة المالية، طلعت عن سيد دالبطرك قلت له صلاتك لانجح بس ما بقى رح تشوفني، طلع فيه البدرك سفير قال لي ليش فيلل، قلت له لا مش فيلل بس انا نزل على الوزارة صرت بعد المرسوم وزير كل اللبنانيين بطلت ماروني. انه مظبوط انا جيت على معهد الماروني بس مضوا المرسوم تاه بطلت ماروني بوزارة المالية، بعد زير باش رجع عندك ومش حتى عنده الا مرة طلبني بمهمة وبس خلصنا طعنا عنده قلنا له باركنا، قال لي عملت لبناني ولا ضليت ماروني يعني تذكره، لا عملت لبناني بوزارة المالية. وهذا المطلوب، يعني قديش فيها نطلع مش الى الجماعة الى الخير العام. مبدأ الخير العام مبدأ كتير صعب لواحد يلتزم فيه لانه بيطلب تخطي الذات. بعدين احنا امتى كان معنا مصاري على فوق؟ ولا مرة كان معنا مصاري. نحن شو كان عنا اولويات الموارنة؟ شو كانت اولويات المسيحيين اللي عايشوا بلبنان؟ شو كانت؟ اولا الحرية، ثانيا ثقافة، ثالثا الإيمان، رابعا الأرض. هاي كانت الأولوية، هاي كانت الأولوية. ما قبلنا نآمن بدون ثقافة، نحن ما قبلنا الثقافة بلا حرية. الأرض اجت بالآخر، أول شيء الحرية، ثاني شيء الثقافة. اليوم إذا واحد حر مش بسقف إيش بينفعني؟ بيعمل حوادث بسكر لآخر الليل أو الموسيقى، شو بدي فيه؟ حر بلا ثقافة، حر ومسقف وما قدر يوصل على الإيمان، بعد ناقصه شيء كبير. هو بيفتكره شيء صغير بس عمليا ناقصه شيء كبير. لما كل ما تعلم الإنسان كل ما قرب من الله، كل ما بعد العلم كل ما بعد من الله، معروفة. معالي الوزير، هل المناسبة هي
اجتماعنا هي هو من بعد 50 سنة لتأسيس هالمؤسسة يلي ناشطة بالمنطقة، وحبت هالمؤسسة كمان مش عم بحكي فيها باسمها بس أنا عشت فيها وولادي تعلموا فيها. بفكر إنه مش بفكر أكيد إنه وصلت على المبادئ والقيم والسلام والعيش المشترك يلي تفضلت وحطيتهم كنقاط أساسية من أجل الكنيسة. هي مؤسسة كنسية تربوية سقفية تتعاطى الشأن الطلابي. فبالنسبة لحضرتك، هالمؤسسة يلي صار عمرها 50 سنة انطبعت، وبالنسبة لحضرتك كنت موجود ب30-40 سنة عشت هالجو بهالمؤسسة، كنت قريب منها ان كنت بالصليب الاحمر او حتى فت عليها ونعمل كذا اجتماع وكذا لقاءات فيها. هل حسيت انه هالمؤسسة حسب الاصداء اعطت من بعد 50 سنة يلي تفضلت فيه وقلته؟ ميرسي. هلا اذا طلعنا على الخريجين وين صاروا الخريجين اليوم، يعني اغلبيتهم نجحوا بحياتهم وعندهم مناعة بحياتهم الاجتماعية. هذا شيء أنا بلمسه من كتير من الموجودين. أنا ما اتطرقت كتير لموضوع 50 سنة لأنه أنا اعتبرت أنه أحد اللقاءات هو على 50 سنة، مش احتفال 50 سنة اليوم، إنما في احتفال 50 سنة. ولا شك أنه التجربة، أنا عشت تجربتين هون كتير مهمين، تجربة أولى مع الطلاب وتجربة بالتخريج، وبالتجربتين مثل ما تفضلت كنت لمست حالي خاصة. أوقات ترجم شو هي، إنه هل لأنه كانت بالمبدأ طابعها أكثر نسائي أو لا، هي متعددة طابعها مش نسائي، هل كانت لأنه تأسست بأفكار من ناس كانوا عندهم حضارات وليس فقط أبناء هذه المنطقة أو لبنان فقط، لأنه بتذكر كان في كمان راهبات من مطارح عديدة. أنا بعتقد أنه إذا ما نعطي خلاصة وخصوصية لهالمدرسة، عرفت تجمع بين ثقافات متعددة وتحافظ على الثقافة اللبنانية. أنا بعتقد هيدا إذا بدي لخص بال50 سنة اللي أنا هيك بسرعة بقول إيه، قدرت تاخد من كل الثقافات اللي تعايشت فيهم، تاخد من الإنجليزي بمعركة كان الفرنكوفونية قصة كبيرة، قدرت تمزج وتخلق مكان وتقول تعدد الثقافات حتى في قلب المنزل الواحد التربوي قادر ينتج نموذج لبناني اللي هو تراكمي بالثقافي. وإذا عم نحكي حرية وثقافة، تكون جيس أن ماري من المدارس الأولى يلي ترجمت الحرية والثقافة ومفهوم الإيمان على برنامج التربوي. لا شك، لأنه بس نلتقى بالخريجين من المساء، بقى ربما بدأ زق في هالمدرسة إذا هالأب ما عليك. أنا بدي أسألك سؤال، بيك قال لك قطعنا المرحلة، بدنا أولادنا يقطعوها، شو بدنا نعمل تولادنا يقطعوا كل هالمراحل؟ يعني كيف بدنا نساعدهم يعيشوا المراحل اللي عم نمرق فيها ويقطعوها؟ يعني أنا بنتي عمرها 7 سنين، كان بيا مسافر، عم قلها شو بدك تبعتي لبابي على السلولار، بدنا رئيس جمهورية. تسمع، كيف بدنا نساعد أولادنا تيقطعوها؟ هلا بي قال إنه هو قطع، دبر حالك أنت، وبعدين ما بعرف أولادك شو، بس تنضل. أنا عندي شخصيا تربية خاصة وعندي تجربة بالتربية مع الأولاد. أنا عندي خي بدرس وشرشور بفرنسا بالإدوكاسيون وبالبارنتي والبسيكوسوسيولوجي، شرشور شغلته يبحث دائما. أول ما نحن إجينا أولاد
ومرتي من أرض جوين. بس مش تلميذي هون. كتبت له لخيي شو بتنصحني بس خلق أولادي. كتب لي أول مساج إنه ما فيني أقول لك شو تعمل كأهل، الأهل إحساس، فيني أقول لك شو ما تعمل كأهل لأنهم بيكونوا مأذيين. لذلك أول شيء في انتويسيون عند الأهل، هذا شيء واضح. بس الجزء الثاني هو شو ما لازم يعملوا الأهل. بعطي مثل بسيط، بأي عمر بلبنان نسمح للولد يكون عنده سلولار؟ ما في ريفرنس، شايف؟ فيش ريفرنس. هذا نقاش دايما بعمله مع أولادي ومنتضحك دايما، إنه معقول بس طلع الآيفون 5 صار كل معهم آيفون 4 فقرة؟ يعني ايه هلا المعهم آيفون 6 صار الآيفون 5 بحطه ورا ظهره وبيستحي، بيستحي باب هنالو سينك. انا بالاول شفتها كارت لوسانج انه ما يكون في شغله غلط، طلع انه الايفون 5 ما بقى ماشي حاله مع رفقاتنا. ليه؟ لانه اللبناني معود يستهلك على الموضه، مش معود يستهلك بناء على الحاجه. هذا اول برنسيب، اول برنسيب. وهي معركه كثير كبيره ويوميه وحساسه. ليش؟ لانه بعالم الاقتصاد شو اشكاليتنا؟ انه التكنولوجيا ساعدت بشكل كثير مهم للترابط، لكن أثرت جدا بالاكتفاء. يعني أنا بتذكر كنا نحضر رنتنتام ونهيس أسود وأبيض جوا القلب وقصة، وطلعنا مرة بالجمعة وماكسيموم بونانزا إذا عاملين منيح، وأسود وأبيض، وما حسيت حالي معقد، ما حسيت حالي معقد. هلأ بتجيب 40 إنش بعد 3 أشهر، باب حضرنا ماتش عند صاحبنا عنده هيدا السينكوندو، يا خي شو هيك؟ ما هيدا الاربعين انش ملون، مدري هيدا بيكسل، هيدا صورة سينما. اي شو عدم الاكتفاء؟ يعني التطور التكنولوجي عم بيجعلنا بعدم الاكتفاء. اذا ما منعرف نحط اصول الاكتفاء بيفلتوا، ما بقى فينا ليون. شو يعني بيفلتوا؟ يعني بيصيروا هن مرضى، ما بقى عندهم قدرة ينبسطوا بشي. انا مرة راجع من السفر جبت لك الولد قلم رصاص، كل ولد قلم رصاص، هديته قلم رصاص، طلعوا هيك انا معقول باب عن جد؟ انه عن جد تي سيريو؟ انه مزبوط؟ انه قلت له ايه، لانه باليابان هلا عم بيرجعوا يطلبوا من الطلاب يرجعوا يكتشفوا قلم الرصاص، لانه كان صار لهم 4 سنين الاولاد على الايباد والمكانات، ما بقى في ولد بيعرف يكتب. في جيل جديد باليابان عمره 4 سنين ما بيعرف شو القلم. وبينت بآخر دراسات إنه الألم بس اكتب بحفظ 1.6 مرات زيادة، يعني 60% زيادة إذا بكتب الشغلة من إنه إذا بدقها على الكمبيوتر، بحفظها كتير أقل إذا بقراها. نحنا بدنا نقرر شو المرجعية الأخلاقية التربوية، شو المرجعية؟ 1 هي القدرة على الاكتفاء، 2 إنه بدنا نطرة تصير تحس البنت عمرها 12 سنة وتروح يا بنت اسمعي الحقيني شوي. المرأة فيها تجيب ولد بتسعة أشهر، إذا أنا عطيت رجال 9 نسوان في جيب ولد بشهر؟ طلعت فيه إنه منين جبتها هي؟ ما أنا ماتيماتيسيان على بار، جبتها من المات إنه أف ونف نف وأن بركبهم هيك بتزبط. الطبيعة بتاخد وقتها في القانون الطبيعي. إذا ما ردينا للولاد ولأهاليهم، لأن في كتير أهالي مستقلين مع احترامي للجميع، في أهالي استقالوا بيشتغلوا اتنيناتهم بصار الساعة 6 وعجقة سير وما في زودة وسلسلة ورواتب والله يلعنهم السياسيين، بيصعوا على البيت بيسأل الولد باب إلك جلادة تسمع لي تربية الأملاك البحرية؟ أخ توقع بلش يسم التربية والمدرسة والأملاك البحرية. في شيء لاختم فيها هون ولا بتروح السهرة تربوية، بس إذا بدي اختم قول إنه في أسيمترية إلزامية بالتربية. أسيمترية يعني عدم التوازن أو عدم التكافؤ. أنا رحت مرة بعتوا وراي على إكس أون بروفانس بفرنسا، جامعة متقدمة جدا بتعمل MBA بزنس انترناسيونال ريتد 7، طلبوا مني بيجيبوا خبير من العالم مرة، شخصية مهمة بالعالم، بيحطوا 5 أيام قدام الطلاب كل يوم 8 ساعات.
على 5 أيام نون ستوب 8 ساعات بوجه الطلاب تبع الام بي اسمه انترناشونال بريشر البروجرام. مالك حق تحط ولد كلهم عمرهم 22 23، يعني اسال شيء ما فيهم ممنوع تشحط ولد. في يفتح اللابتوب بوجهك ويكون حاطط لك بوجهه صوره بشعه، ما فيك تقول له سكر اللابتوب. في يلعب كل النهار على التليفون ما لك عليه، لك عليه انه هو بس تخلص 5 ايام ينجح، هاي مسؤوليتك. شو لكين ساعه وثلث اول ما بلشت اول نهار تسكر اخر لابتوب بالقاعة، كانوا 63 طلعت اوفر ريتد، انا بدل ما يكونوا 35 طلعوا 63، يعني بلفت زيادة من الشهرة. بريف بعد 5 ايام شو التجربة؟ that under pressure في اسيمتري، انا فوت على الطلاب ما بعرف حدا، هني they google me بس ما بيعرفوني، انحصرت العلاقة بيني وبينهم بالعلم، انحصرت بالمعرفة، انحصرت بالكفاءة. مش بس يفوت الولد بيبقى تيابه مش منيح، واني امك بعد نايمة ما رتبت لك تيابك، بقول سوري مدام ماما ميتة انا ما عندي ام. يا فقيري كيف انا قلت له؟ سلا سيمتري مش موجودة، ستون سيمتري. نحن عنا ستيريوتيب لكل الولاد، كل الولاد بتفوت بعلمي على الصف هي بتفصفص لك اياهم كلهم. وهلا صارت بالالوان، شو لابس الولد؟ نحن عنا مريول، نحن عنا مريول. يعني في سيمتري، الادوكاسيون اساسها الاسيمتري، انه ما بعرف شيء عنه ما بيعرف شيء عني، بتنحصر بالعلم، بتنحصر بالمعرفه، بتنحصر بالكفاءه. اذا الاهالي ما بيقدروا يخلقوا هالمسافه مع الاولاد، ما بيقدروا يخلقوا هالمسافه لانه في اسيمتري طبيعيه بين العمر والخبره. بس بدك تخلق المسافه، اذا خلقنا المسافه يو ديفينتلي وين. بس مهم نخلق المسافه، ما نكون نحن عم نفوت على البيت كل عصبية الشارع ونحن ما عندنا مناعة لا نفسية ولا فكرية. ماشي على المصريين سلامتك. في ميكروفون. نعم. بصوار. بس أنا باك فورورد بدي أرجع لمضمون اللي أنت كنت عم تحكيه بالمحاضرة. Thank you. صراحة أنت قلت بالدستور أنه أهم شغلة لقلنا كانت الحرية، بعدين المساواة اللي كرست العيش المشترك. ما بعرف أنا عندي إشكالية شوي بالموضوع، إنه ما بعرف مش حس المساواة هي مساواة، حسيتها الحرية تمويه لتسوية، لأنه من نشأة الدستور كان الانطباع هو كان انطباع طائفي من الأساس. يعني مش قصة المساواة إذا كنا مناصفة بالمجلس النواب، على أساس المساواة لازم نكون مساواة قدام القانون بغض النظر عن الطائفة ولا لا. بس من وقت ما نوضع الدستور نحن بنعرف إنه التوزيع الطائفي كان الأساس. هيدا بيوصلني للإشكالية الثانية مع كنيستنا المسيحية بين اللابوليتيك واللوبوليتيك، إنه بمعنى إنه إذا الإسلام عند المسلمين واضح دين ودنيا ما بيفصلوا بين الاثنين، نحن عم حس إنه كمان عنا صعوبة من ميلي بدنا نفصل ونكون دولة مدنية من فتحة مثقفة، بس من ميلي نحن عايشين مع مجتمع شوي منغلق، مع مجموعة بتشوف الأمور دايما من منطلقة. فنحن صعوبتنا غير صعوبة الغرب، الغرب فصل، واللي بده يتعاطى الدين بيعرف كيف بيتعاطى الدين، ودولته بتحميه مدنيا من 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 كل الأمور اللي بيواجهها. نحن المعضلة اللي عنا عن جد صعب. يعني أنا ما بدنا نكون مثل ما بقولوا إجر بالبور وإجر بالفليحة مع الكنيسة تبعيتنا. أنا أو أحيانا بفضل أنه ليش طالما في شأن عام، يعني عم تتعاطى سياسي بطريقة غير مباشرة، ما فينا نقول مباشر أو غير مباشر. بالنسبة لإلي على يعني لإلي أنا بحس أنه الشأن العام هو سياسي، أكان بشكل مباشر أو غير مباشر. وبس بتمنى أنه شوف الرد علي. مرسي بكم. في مرة كنت عم بحكي هيك على التلفزيون، تلفون واحد من السويد قال لي مش منيح انت بلبنان تعال هون، روح لعنا على السويد، انه بالسويد ممكن هالاشياء تزبط اكتر. خلينا نتفق عن الدولة المنشودة حسب نص الكنيسة، وبعدين بنشوف اذا مطابق على الدستور واذا بيقدر يوصل للحيثية اللي بتريديها. التمييز الصريح حتى حدود الفصل بين الدين والدولة، تعبير حتى حدود الفصل وبعد في زنبرك صغير. الانسجام بين الحرية أساس فكرة لبنان والعدالة
أساسها المساواة للعيش المشترك. الانسجام بين حق المواطن الفرد في تقرير المصير وحق وجود الجماعات المغايرة. الانسجام بين استقلال لبنان وبين انتمائه العربي. هيدي الكنيسة قالت هيدي الدولة المنشودة يلي ما بتبعد كتير عن الميثاق وعن النص الدستوري بمبدأه. وين الصعوبة؟ الصعوبة انه بس اخترعنا نحن فكرة لبنان يلي اساسها الحرية واعتمدنا ليدوم العيش المشترك. شو قلنا؟ قلنا انه هيدي تعددية صعبة كتير. يعني نحن 18 كولتور مش 18 طائفة. خلينا ننسى طائفة بمفهومها البغيض هيك تبع الضيق وكذا. هي 18 كولتور. في 18 ثقافة متراكمة نعيشين معهم. بأي نظام بيقدروا يتفاعلوا ويعطوا نتيجة. إذا رحنا على فصل الدين عن الدولة لكن طرد الدين من المجتمع مثل ما صار بأوروبا، لأن أوروبا شو عملت؟ ما فصلت الدين عن الدولة بس مع نابليون، مع الوقت اجت فلسفة العلمانية وطردت الدين من المجتمع. يعني صار اللي بيكون عنده طابع ديني بحس حاله انفيريور، العلماني سوبيريور، يلي لا يؤمن حتى باللا شيء، مش انه مؤمن غير ممارس، مؤمن باللا شيء صار اقوى. ليش؟ لانه اخذ طابع القرن الماضي ديناميكية البروغري تكنولوجيك او التقدم التكنولوجي والفكري. صارت انه الاكتشافات اهم من محطات تاريخية بالاكتشافات الايمانية. وبالتالي شو احسن فورمول للبنان؟ انصهار جميع الناس ببوتقة واحدة، نعم بمفهوم المواطنة يلي هو السيتيزنشيب. انما الاشكالية الحقيقية اللي نحن واعين فيها بعد انه كل المنظومة الانتخابية السابقة ما عطت هالحرية، في محطتين بعد بدنا نوصل لهم. المحطة تبع نظام انتخابي غير الغائي، نحن عنا نظام اكثر الغائي، بعد في ثلاثة بالعالم بالكون بيعتمدوه ونحن اساس الكون بعدنا معتبدينه، يلي هو الالغاء. يعني واحد بالبلدية بيجيب 49% من الاصوات، سوري مسيو بتقعد بالبيت 6 سنين. كيف 6 سنين ومعه 49% من الاصوات؟ ما بيجوز. وبالتالي قبل ما ننقل مبدأ الانتخاب ليصير على تمثيل نسبي افضل، وبالتالي بيصيروا العالم اللي جابوا حد ادنى معين بيتمثلوا وبيصير في شراكة فعلية على مستوى الخير العام، ما نضل وين؟ بالإلغاء. شو يعني إلغاء؟ أنا بدي أطلع، بدي إكسرك توتال موطة أطلع، ما فيني أعمل معك معركة وبتمثل باللي جبتهم، بدي إكسرك، يعني أنا بدي دمرك تأن وجد. هيدي هي الأزمة الحقيقية الأولى على مستوى الشأن العام، لأنه إذا كلهم راحوا نسبية وكل الناس تمثلت وشاركت ما بقاش عندهم مشكلة العالم، خلص صاروا جوا وصاروا بيتناقشوا، مش انه هاي البلدية بتزفت لهو وطريق حجار، اذا ما ربحوها وكسروها ما بيطلع لهم طريق زفت وهلم جرا. هاي اساس ازمة كبرى. اثنين، هي شلنا الطائفية نحن من الدولة بالطائف. نحن قلنا بالطائف انه ما بقى في طائفية بالوظائف الا على مستوى الفئة الاولى، وكله بيروح بالمباراة. شو عملوا؟ وقفوا المباراة. شو صار؟ بيقولوا إذا وقفت المباراة نعود إلى التوزيع الطائفي. معناتها في حدا ما عنده نية إيجابية. ليش؟ لأنه بالمشاركة الشعبية الأعلى بتخف مصلحة النفوذ السياسي، وهذا النفوذ السياسي الخطير المتقاطع مع المال. أنتوا بتعرفوا أخطر شيء هو النفوذ السياسي مع المال، بيصير في احتكار أكتر وأكتر للوظائف، وهودي بيعملوا منظومة فاسدة. المنظومة الفاسدة بتقرف الناس. يعني عندنا القانون الانتخابي اللي بيخلق مشاركة أفضل، الكفاءة على مستوى الدولة المدنية الغير طائفية بمفهومها، اللي بيسمحوا لنا هاتنين نبلش نحارب ما يسمى تقاطع النفوذ السياسي والمال، اللي هو الغطاء الحقيقي للفساد في لبنان. بيجوا معالي الوزير، بيجوا باللحظة الحاسمة بيجوا. نحن تخطينا الوقت بس فينا نمون عليك بعد بسؤالين كتير صغار، او بناخد سؤال واحد؟ لا بناخد اثنين.
ومننهي الحلقة. أوكي. بونسوار. حضرتك قلت إنه لازم يصير في محاربة للإسلامية السياسية. الفكر. على ما يفهمونا غلط الناس. هلا البير سليم عبو بأحد الكتب تبعه بيقول إنه الإسلامية السياسية أو هذا الفكر هو مكون أساسي من الدين الإسلامي، يعني منا انتربريتاسيون معينة. إذا هذه الفكرة كانت مزبوطة ساعتها المحاربة صارت محاربة الدين، ما عادت محاربة انتربريتاسيون. إيه عرفتوا الكتاب بير عبو. بير عبو كان بيقول إنه من هونيك الرسين، إنه منا فكرة، منا ما عندها رسين، ما عندها جذور. صحيح، بس منا اكسكلوزيف. يعني بعطيك مثل تونس، وعملتني ايش فيه بالبرلمان الاوروبي، شو كانت الفكرة؟ انا قلت لهم لا تعطوهم مصاري ولا تعطوهم سلاح ولا تعطوهم بطانيات، لشو حمولهم الدستور، لانه الدستور هو حامل الحريات والحقوق مش السلطة السياسية. ونجحت تونس انه حطت بالدستور انه الاسلام ليس الملهم الوحيد للتشريع، انما ايضا الضمير الحي. بس نرجع على الكونسيانس، يعني رجعنا على الفيلوزوفي برينسيبال دو لا ليبرتي هيومان، رجعنا على مبدا الحريه الانسانيه. فتنا بالانتخابات بتونس، صح؟ فاتوا التوانسه على الانتخابات، شو صار؟ ربح نداء تونس 16 مقعد اكثر بنا الاخوان المسلمين، واثنيناتهم مسلمين، مش انه المسيحيه بتونس، اثنيناتهم مسلمين. شو معناتها؟ معناتها انه القاعده الفكريه التونسيه قامت باستنهاض فكري اساسي انه نعم للاسلام لا للاسلاميين. ما في حصريه للاسلاميين بالاسلام، مش مزبوط. بس معه بالكتاب، بعرفه الكتاب، هو انه في لهم رسين، مش جايين من غير مطرح، عندهم رسين وعندهم ليجيتيميتي، عندهم شرعيه. هي تركيا ما حدا بيقول لا، بس تونس قالت لا حصريه. الاقباط مع المسلمين في مصر اسقطوا الاسلاميين، كان في استنهاض قبطي، استنهاض اخلاقي مصري وطني. كنت بمصر انا من 3 جماع، شوفير التاكسي عم بيخبرني قديش هو سعيد وفخور انه شارك بسند الدين الوطني لبناء القناة الثانية في السويس. وبالتالي ما في حصرية للاسلاميين بالدين الاسلامي، ولا شمولية بالدين الاسلامي على الاسلاميين. بونسوار. انا بس حابب استغل حضورك عندنا قبل المدرسه حتى اسال سؤال يمكن خارج شوي عن الموضوع، عن النطاق، هو عن سلسله الرتب والرواتب. بنسمع في احد المطارني بيقول انه اذا قرت سلسله الرتب والرواتب المدارس الكاثوليكيه سوف تقفل. هل هالشيء صحيح ولا لا؟ ندعوكم الى حلقه خاصه بسلسله الرتب والرواتب تعقد على العام المقبل. وعمتم مساء. هذا موضوع كتير طويل، انا بعطيك موقفي بسهولة. انا ما بشجع تخطي القانون بمفهوم المفعول الراجعي. ما في قانون بالعالم له مفعول راجعي. المفهوم القانون يسري فور صدوره. الشيء الثاني، ما فينا نحن ناكل حقوق اهم مؤسسة لثبات المجتمع اللبناني اللي هي المؤسسة التربوية. إنما أنا أطالب بتقييم الناس. يعني ما فيك أنت اللي بيبقى عم بيتعب ليل نهار وبعده عم بيسألني الأبونا بارك عم بتعلم بالجامعة، تقول له معيش وقت للتصليح، مش عم فيني أعلم. إذا الأستاذ ما بده يعطي من ذاته وفوق ذاته وبتكرمه، بتكون هيدي جريمة بحق أجيالنا. إنما ما فيهم الناس اللي بيشتغل والما بيشتغل يطلع لهم نفس الزودة. هاي الإشكالية الحقيقية بالبرنامج ككل. أنا اسمحوا لي أختم قبل ما نعطي كلمتنا لأبونا بحضارات وبالشعوب. بس يدرسوا تاريخها بتمرق الشعوب بلحظة نخبة وقيم، بتعمل ديناميكية تطور وازدهار، بعدها بنفوت بالاسترخاء والتمادي لأنه صرنا مزدهرين. بصير عنا استرخاء وتمادي، منعمل انهيار، بيرجع هالسيكل هيدا بكعب الانهيار. تجي نخبة تعمل استنهاض قيمي وبترجع عن جديد للتطور والتفاصيل. إلا شرطين. الشرط الأول أن يكون نسبة الولادات أكثر من 2% سنويا، والشرط الثاني أن يكون هناك توثيق ومؤسسة دائمة
عند هيدا المجتمع. عمليا بالدراسات بتقول انه هيدا السيكل بياخد تقريبا بين 80 و90 سنة من النخبة والاستعداد القيامي الى حتى. اذا بناخد لبنان ناخد معه الكنيسة والموارنة، منشوف بال 1919 سرق البطرك الحوايي وقال نحنا عندنا نموذج مخيف جديد لافت في الشرق، هي تعددية الأطراف وعدم غلبة فريق على فريق، ومنا كوننا مبدأ لبنان المتعدد. بال 2019 منكون صرنا على 100 سنة، هل نحنا مطبقين معنا 2.01 ولادات؟ وعنا الكنيسة والمؤسسات المدنية التربوية ماشي صار لها 100 سنة، يمكن هلأ وقت نخبوي استنهاض قيمي تنرجع بالعشر سنين القادمين نقلب المحاولة ونرجع نطلع إن شاء الله. شكرا. باسمكم جميعا وباسم جيسوس اند ماري بحب اشكر معالي الوزير على حضوره معنا الليلي وعلى الوضوح والشفافيه يلي والروح المرحه يلي عرض فيها الموضوع، وخصوصا على الفكر يلي اعطانا اياه الليل وساعدنا فعلا نرتقي بتفكيرنا الوطني، وان شاء الله قريبا تتحقق هالظروف الثلاثه يلي بتساعد على استنهاض مجتمعنا وتكون القيامه للبنان ونرجع فعلا نستمتع ونعيد حقيقه عيد استقلال لبنان. باسم المدرسه هلا رح يكون في لنا ثلاث هدايا لمعالي الوزير مثل ثلاث ظروف يلي حكينا عنها. اولا شخص يسوع ومريم يلي هن شفعه هالمدرسة ليكونوا كمان شفعة لك معالي الوزير ويحفظوك ويباركوا لك عائلتك. على ويب سايت المدرسة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم وعطيكم السنة.